اليوم قد تم واحد الحملة ديال التوزيع ديال واحد مجموعة ديال القفاف، وركزنا بالأساس على الممتهنات ديال التهريب بالدرجة الأولى، فتوزعت اليوم واحد مجموعة ديال القفاف، وعدد القفاف اللي غادي توزع حوالي 4000 قفة، والعملية ستكون مستمرة حتى يستفيد إن شاء الله جميع اللي عندهم خصائص يعني في المواد الأساسية بإذن الله عز وجل غادي يستفدوا كاملين. وإن شاء الله هذه العملية ستبقى مستمرة طيلة هذا الأسبوع، وحفاظنا على النظام كل يوم كنفلقوا واحد العدد معين، ونتمنى يعني أن يتفهم الجميع باش ما يكونش هذا الاكتظاظ وكذا، فبغينا كل يوم يتوزع واحد العدد معين وباش ما يكونش واحد النوع ديال البلبلة ولا نوع ديال الخلل في التوزيع، ونتمنى أن يتفهم الجميع، فما بغيناش نحرموا حتى شي واحد والكل سيستفيد إن شاء الله. اليوم تقريبا 800 قفة، 800 قفة باقي عندنا حوالي 6200 قفة بالضبط. شكرا.